يتأذب حوامسه شايف. شو اسم جنابه؟ شو اسم جنابه؟ استاذ براء. بهاء بهاء. استاذ بهاء، انا يم الوزير. صحيح. قبل ما اروح اسكندريه بيومين، قلب الدنيا على رحله تتاخر، بالقران سلا اصور رحله، واقول له بقونا ساعه وعشر سيارات واقفه اللي يقلب الدنيا. لا مو ساعه. عمي. زقد صار لنا نص ساعه. 40 دقيقه. صار لنا نص ساعه. عمي هذا الحكي ما يصير. بس اسمح لي، السياره باي مكان، باي دوله، سام ترى اوروبا ثلاث ارباع. حبيبي صلاحيتك انت تنادي، صلاحيتك ما تطلع الشارع. السائق جاي من 50 بهاء. عمي عمي بهاء، صلاحيتك عندك جهاز تنادي بالسيطره قول له عبر، مو تبقينا شياب ونسوان والله دام ننتظر رحله تجي، ما يصير هذا الحكي. وايد اشوف بالصاله، لو الصاله اخير ما تبقى انت طلعت. لا ما يصير هاي، ما يصير والله. اصحابك موجودين؟